مساء الخير على كل مشاهدي شاشة الوطن، واهلا وسهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد. احنا معانا النهاردة ام العروسة، اشهر عروسة في الوسط الفني في الايام اللي فاتت، مهتاب بنت الفنان الكبير ماجد المصري، واللي شفنا طبعا الفرح الاسطوري بتاعها في الايام اللي فاتت اللي حضروا العديد من نجوم الفن. كانت ام العروسة في الفنانة الجميلة منى اشقش. الفنانة منى اشقش يمكن كانت حديث السوشيال ميديا في الايام اللي فاتت على فترات متقاربة، اولها يمكن بعد ما اعلنت سرقتها من مرات البواب، العمارة اللي ساكنة فيها، وبعد كده بقت حديث السوشيال ميديا بسبب حدث جميل طبعا وهو فرح بنتها مهتاب. وهنا هنقف شوية لان في كانت بعض اسئلة على السوشيال ميديا بخصوص هذا الفرح، طبعا بعد ظهور بنتها مهتاب في الفرح وهي ماسكة ميكروفون وبتقول ان يعني المش اللي مش مدعوين في الفرح يتفضلوا بره. طبعا الناس ما فهمتش واعتبروا ده ان هي بتطرد المعازيم، وكلام كتير على السوشيال ميديا. كمان ظهورها مع الفنان ماجد المصري وهو طليقها زي ما حضراتكم عارفين، يمكن كانت طبعا تزوجت من الفنان ماجد المصري وانجبت منه ولد وبنت. علشان كده معانا دلوقتي عبر الهاتف الفنانة الجميلة منى اشقش علشان تعرفنا تفاصيل ما حدث، وطبعا تجيب لينا على الأسئلة اللي رائجة بشكل كبير على السوشيال ميديا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أهلا بحضرتك على شاشة الوطن ومنورانا وحشانة جدا. يا ربي خليك. أهلا بيك وأهلا بالجمهور اللي بيسمعنا وبيشوفنا بقى بيشوفك أنت. في البدايه كده يا استاذه منى، يعني عايزين حضرتك توصف لنا احساس كده ام العروسه، يعني طبعا جديد عليك بما انها طبعا بنت حضرتك مهتاب كان الفرح بتاعها. يعني والله الاحساس دايما يعني وجالي الاول في فرح احمد ابني، دايما بيجي كده ايه فلاش باك للاحداث من اول ما اتوجدوا في بطني واتولدوا وكبروا وربيت معاهم وتربين انا اتربيت معاهم كمان، يعني مذاكرة وتمرينات وملاهي وسباحة كل حاجة عارف وزعل يعني. فاما بتلاقي بقى خلاص هم وصلوا في محطة تانية، يعني هم طبعا كل ما بيكبروا خلاص بيبقى لهم حياتهم يعني، بس المحطة بتاعت الجواز دي انا بالنسبة لي كانت غريبة شوية، لان انا بعتبر نفسي اختهم مش مامتهم، يعني انا صاحبتهم وهم كمان تقريبا مش معترفين بيا ان انا امهم، لان هم متخيلين الام دي تبقى ست كبيرة شوية يعني ليها شكل الام بتاعت زمان كده يعني. خليني في النقطه دي اسالك، يمكن صاحبتهم اختهم يعني الحمد لله ان احنا حاسين بالمشاعر دي مع بعض. فالمحطه بتاعت الجواز دي محطه يعني استوقفتني شويه ان يعني احنا بننتقل لمرحله تانية بقى، عارف اللي هو ايه، لا ده انا دلوقتي بقيت فعلا ماما، فعلا بقيت مفروض ان انا بقيت حما. وحتى انا ممكن وبخصوص ده انا عايز اسالك يا استاذه منى، يعني يمكن في ناس بتيجي في هذا التوقيت يعني بيخافوا شويه من في الفاظ كده الواحد ما بيبقاش عارف يتداولها على لسانه جديده يعني. يعني في التوقيت انا فرحانه لها وربنا يا رب يسعدها في حياتها ويوفقها يا رب، وهي مهتاب واحمد ولادي ما شاء الله عليهم، يعني انا عايزه اقول لك هم ولاد بلد، عارف الكلمه دي مهمه جدا يعني طبعا. انا ولادي ولاد بلد متربيين على الاصول، عارفين يعني ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم، عارفين يعني ايه يحبوا الناس ويحترموا الناس ويقدروا الناس، يعني الناس اللي تعرف ولادي سواء اللي عندنا في الشارع ولا في محيط شغلهم او في جيران او في اي مكان او زمايلهم، اي حد اتعامل مع ولادي هيعرف هم قد ايه جدعان ومحترمين جدا. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا استاذه منى، وهي ان يعني دخلنا في مرحله تانية بزواج
بنت حضرتك ميتة. بصراحة كده في سيدات بيخافوا من الموضوع ده ويقولوا احنا كبرنا ولا ايه، هل يعني حضرتك منهم ولا لا؟ هو بص، الواحد طبيعي مش هينكر ان هو بنكبر، احنا كلنا بنكبر، مفيش حد يفضل صغير، ومحدش هيفضل طول عمره بيبي ولا شاب، ولا كلنا مراحل. لكن انا حسيته ان العمر بيجري بسرعة. يعني احنا لسه امبارح، انا كنت لسه امبارح بنوتة حلوة كده في المدرسة، وبعدين الجامعة بتاعتي، وبعدين يعني اللي هو بقى في عندي ولاد وبقى عندي حياة، وبعدين أولادي اتجوزوا. فالفكرة العمر بيجري بسرعة. المهم إن البني آدم يعني كل المراحل اللي بتعدي بيها يستمتع بيها ويرضى برضا رب قضاء ربنا معانا. ويعني الفكرة هنكبر هنكبر شئنا أم أبينا. انا كبرت، بس يعني المهم ان انا وانا كبيره، هل يعني الكبر ده بالنسبه لي هل هو حاجه مضره لحد غيري او مفيده لغيري او بتاع؟ لا، يعني دي حاجه بتاعتي انا، يعني السن ده بتاع البني ادم. بس برضو الولاد كبروني يعني. لا يا فندم، حضرتك يعني لسه زي ما انتي. وخلينا طيب نروح يعني لكلام السوشيال ميديا بقى في فكره فرح مهتاب وكلامها في الميكروفون، واكيد حضرتك تابعتي ردود الافعال على السوشيال ميديا. احكي لنا اللي حصل، وهل هي فعلا طردت المعازيم زي ما يقال ولا ايه اللي حصل؟ بص بقى عشان تبقى عارف، يعني بصراحه اولا الفرح كان حلو جدا جدا ما شاء الله، والناس كانت فرحانه وكلنا فرحانين، بس بيطلع لك حاجه كده تنكد على الواحد. يعني بجد حزنوني قوي الناس اللي هي اللي بتعلق وهي مش فاهمة حاجة. يعني الناس اللي عمالة داخلة وبيتكلموا في حاجة ملاش أي لازمة، ردود أفعالهم يعني سوري حقيرة. ليه؟ أنت النهاردة عامل فرح، تمام؟ الفرح ده عامل زي بيت البني آدم، بيته، عارف؟ الفرح ده فيه خصوصية، خصوصية أي قاعة في أي مكان في الدنيا، مجرد إن الباب بيبقى مقفول على المعازيم خلاص بقى فيه خصوصية للمكان، تمام؟ فكرة إن أنت تبقى في فرحك ومعازيمك وأهلك وناسك، أوكي، حتى كل الناس بتصور بالموبايل المعازيم والصحفيين وكل حاجة، والناس وإحنا مشاركين الناس يعني في الفرح، تمام؟ لقينا في ناس كتيرة احنا ما نعرفهاش، يعني مش معازيم مثلا نعرفهم او ناس احنا عارفينهم وجولنا طبعا على راسنا، ماشي. لقينا ناس كتير موجودة غريبة الشكل كده، عارف اللي هو يعني ايه، يعني على فكرة كان ممكن يحصل مصيبة برضو. انت في ناس دخلت ما تعرفش دول ايه، جنسيتهم ايه، طريقتهم ايه، هيعملوا ايه، ممكن كان يحصل تحرش او حصل الله اعلم، انت ما تعرفش. الدنيا زعمت مره واحده والناس بقت فوق بعض. انا في الاول طلعت على الستيج وقلت لهم يا جماعه لو سمحتم نرجع لورا ونوسع المكان عشان الناس تشوف، تمام؟ وما احرجتش حد، يعني انا شفت ناس كتير قوي شكلها فعلا مش تبعنا، ما رحتش قلت لحد ايه اللي جايبك انت هنا، ولا ايه اللي جايبك هنا، ولا انتوا مين، ولا بتاع. بالعكس قلنا خلاص مش مشكلة، لان الناس اللي كانت واقفة على باب القاعة برا السكيورتي يعني، والناس اللي بتدخل المعازيم دخلوا يتفرجوا هما كمان على الفرح. بس هو بقى خلاص العروسة دخلت والعريس دخل والمعازيم دخلوا يعني الاولانيين، فسابوا بقى الدنيا، فهمني؟ بس خليني اقول لحضرتك يا استاذه منى ان البعض علق وقال يعني ما ينفعش ان الناس، ان العروسه تطرد المعازيم بالشكل ده، يعني حتى في الميكروفون. انا هكمل لك انا الاول طلعت قلت يا جماعه لو سمحتم نوسع المكان، يا جماعه ارجعوا ورا، يا جماعه الناس كلها هجمت، يعني في الستيج البيست اللي المفروض العروسه والمعازيم بيرقصوا عليه او يبقوا واقفين تحت، وفي اربع سلمات او خمس سلمات كده، ده المسرح اللي بيبقى عليه الموسيقيين والفنان، وبتطلع العروسه والعريس يقفوا معاه والمعازيم بقى بيرقصوا تحت، تمام كده؟ تمام. انا اتكلمت، محدش يعني عارف اللي هو ايه، كانك بتكلم نفسك خلاص.
شويه مصطفى عريس ميته قام قايل لهم يا جماعه لو سمحتوا ارجعوا لورا، يا جماعه اللي مش معزوم من فضلكم يرجع لورا. برضو مفيش الناس يعني الموجودين، حتى احنا بقينا نتكلم في العموم، واخد بالك ازاي؟ بس يعني في ناس برضو يعني عاملين نفسهم برضو من يعني انا عايز اقول لك ان في ناس كانت بتتسول، عشان تبقى عارف بقى، بيروحوا للفنانين ويروحوا ما اعرفش ايه ويطلبوا معونات الكلام ده كله. تمام. طب انت يعني المعازيم بقى دول ايه هيقولوا؟ مين الناس اللي جايه بتتسول او بتاع؟ يعني في ناس متطفله وفي عدم احترام. اوكي. فاحنا واحنا على الستيج مهتاب المطربين حتى مش عارفين يغنوا، طلعوا بقى وراها يعني، بقوا ما بين الموسيقيين والعريس والعروسه واقفين، وناس واقفه ورا وناس واقفه على السلم وناس واقفه تحت، يعني شويه كانوا هيوقعونا، انت متخيل؟ بس فطبعا البنت قامت انفعلت، وعايزه اقول لك هي ما قالتش اطلعوا بره، قالت يا جماعه اللي في الباك ستيج واللي على السلالم اللي تحت من فضلكم انزلوا، اللي ملوش لازمه في المكان في الحته دي ما يقفش هنا. ما قالتش حد يطلع بره على فكره. انا الصحافه بقى والمواقع اللي كتبت بس هي ظهرت في فيديو استاذه منى، والفيديو ده انتشر على السوشيال ميديا يعني. لا لا اسمع الفيديو كويس، ما ده بقى اللي غيظني جدا، واخد بالك؟ لان انا محروق دمي بقى لي يومين وانا بقيت ارد، وعلى فكره اي حد هيغلط في بنتي ويغلط فيها انا هغلط فيه، احنا مش صغيرين على ان احنا نرد على فكره. بس الواحد بيحترم نفسه. بنتي قايله الموجود على الباك ستيج والواقفين ما لهمش لازمه، من فضلكم انزلوا انزلوا، معلش اطلعوا بره، ان يبقى في بقى مواقع عشان تاخد اللقطه يعني، ويبقى الموضوع ترند يعني. قالت ايه؟ ماجد المصري بتطرد المعازيم، ازاي احنا نازم المعازيم ونطردها؟ ده ايه التخلف ده يعني؟ طيب بعدين اللي بطلبه من الناس اللي هي بتغلط، لا يحطوا نفسهم مكاننا كده، لو هم عملوا فرح ولقوا الناس داخله عليهم ما يعرفوش اصلا مين دول. طب يعني اقول لك ايه، ممكن حاجات تتسرق، ممكن حاجات تحرش يحصل، ممكن بلاوي تحصل، ممكن مشكله حد يتخانق مع حد. رد حضرتك في النقطه دي طبعا وصل ومفهوم. خلينا نروح لنقطه تانية، كانت حديث السوشيال ميديا، وهي مهتاب معروف عنها انها محجبه ظهرت في الفرح بشعرها، بعض الناس اتكلمت وقالت انها قررت انها تخلع الحجاب، هل ده صحيح؟ لا لا بص بقى، برضو دي حاجة يعني، اولا الناس نصبت نفسها، استغفر الله العظيم يا رب، مكان ربنا سبحانه وتعالى. تمام. بنتي لابسة بادي لون الجسم معمول عليه شغل، البادي ده جاي لغاية رقبتها. تمام. اللابسة وحتى هي نزلت على الستوري عندها في الانستجرام، نزلت الطرحة السوداء اللي متركبة على من نص دماغها كده من عند راسها، هي في الخصلة اللي هي باينة اللي قدام دي، ودي كانت على طول هي باستمرار الطرحة بتاعتها لما بترجع لورا بتبقى باينة. تمام. لكن هي لسه بادي، اللي يركز كويس هيعرف ان في بادي لون جسمها بادي، والبادي ده عليه شغل الفستان كله طالع لغاية رقبتها بس. فهو الناس مش لاقي حاجة تتكلم فيها يعني، الناس مش لاقي حاجة ليه، ان اولا هي حاطة الطرحة ورا وجابت البنت اللي هي عملت لها الطرحة وثبتتها لها، وهي بتركب الطرحة السودة في شعرها. تمام. شعرها اصلا ما بانش، اللي باين ما يكملش 2 سنتي من شعرها بس. طيب. فهي الفكرة ان هي اوريدي ما حدش له حد عند ربنا اللي بيحاسب، هو احنا ليه كلنا خلاص بقينا نقول ده حلال وده حرام وده هيروح النار وده هيروح الجنه؟ هو في ايه؟ الناس على فكره بقت وحشه، الناس فعلا بقت وحشه جدا، لان اللي بيتكلم بالقران ولا بيتكلم بالدين ولا بيتكلم بالانجيل ولا بيتكلم بكتاب الله، لا هيعرف ان لكم دينكم ولي دين، كل واحد حر في نفسه يعني. طيب. محدش اتدخل في هي لابسه ايه ولا يعني، هي لو كانت طالعه بقى لابسه عريان ده كانوا هيتكلموا بقى يقولوا ده كويس ولا وحش يعني. هي اوريدي لابسه بادي لغايه رقبتها زي ما بقول، ومداريه شعرها.
طب بس خلينا نروح بقى يعني حاجة كويسة قالتها السوشيال ميديا، ظهور حضرتك في الفرح مع وجود طبعا طليقك الفنان ماجد المصري. الناس ربطت ده بعلاقة الزوج والزوجة بعد الانفصال، يعني كلمينا عن العلاقة دي. ماجد المصري ابو احمد وميتاب اولادي واولاده، تمام تمام. العلاقة بيننا علاقة ان في بيننا اولاد احمد وميتاب، عشان ام ابينا لازم العلاقة تبقى كويسة ومحترمة، بس كده مش هتكلم كتير عن الموضوع ده. طيب فنيا بقى، الفنانة يعني منى إشإش امتعتنا في رمضان 2017 بمسلسل رمضان كريم، عايزين نعرف هل في جزء تاني من المسلسل وحضرتك هتشارك فيه ولا لا؟ والله انا يعني شفت تقريبا ان هم هيعملوا جزء تاني، بس انا معرفش طبعا القصة هتبقى عاملة ازاي، لان الاحداث كانت احداث لاشخاص موجودة في شهر رمضان وقتها يعني، فهي الفكرة ان اكيد هيخشوا في اسر تانية وحواديت تانية، يعني ما اعتقدش ان هم دول هيكملوا الحدوتة، يعني ممكن تحصل بقى بحكايات تانية في بيوت تانية، فاهم قصدي؟ لكن انا ما اعرفش هكون في المسلسل ولا لا، مش عارفة هم هيعملوا فعلا الجزء التاني ولا لا، بس هو طبعا المسلسل نجح جدا جدا والناس فعلا عايزة يعني اجزاء كتيرة منه، واتمنى طبعا ان انا اعيد يعني اكون موجوده في عمل كويس. انا اوريدي التمثيل بالنسبه لي هو نمره 2 بعد الغنى، يعني انا اكتر مطربه يعني طيب. وليسانس اداء. طيب بالنسبه للغنى، حضرتك تواجدت على الساحه الفنيه طبعا وحضرتك من اسره فنيه، والد حضرتك الملحن الكبير حسن إشإش، كنت يعني شفنا اغاني ليكي جميله في اوقات سابقه لكن توقفت يعني مره واحده، يعني عرفينا ليه وهل ممكن العوده تكون قريبه؟ والله طبعا انا يعني انا كان نمره 1 في حياتي ولادي اكتر من ان انا اغني ولا امثل ولا اتجوز، يعني كان هم نمره 1 و2 و10، ونمره 2 كان اهلي ابويا وامي واخواتي برضو، يعني فانا يعني بحب عيلتي وحب اهلي، والغنى بعتبره موهب يعني هواية اكتر منه احتراف في الوقت اللي هو الاخير يعني، لكن الاول طبعا لما كنت انا دويتو انا وماجد المصري كنا دويتو كنا محترفين بقى يعني حفلات وافراح وسفر ويعني كان شغل شغل يعني، لكن لما حصل الانفصال كان احمد وميتاب صغيرين، فكان لازم ان انا اتفرغ لهم تماما عشان اعرف فعلا اربي ولادي كويس ويطلعوا كويسين الحمد لله، وربنا فعلا كرمني بيهم يعني، لكن ممكن دلوقتي اقول احتمال بقى يعني افوق احتمال واركز شويه بقى في يعني اذا بقى يعني في العمر بقيه ان شاء الله ممكن الواحد يعني. طيب الناس دلوقتي وحضرتك معانا يعني في اللايف يعني بيطلبوا ان هم يسمعوا من حضرتك حاجه دلوقتي. انا عايز اقول لك ان انا بردانه ويمكن باين على صوتي بتراعي شويه من كتر البرد، انتوا عاملين ايه في البرد ده؟ يعني طبعا الاجواء طبعا بارده، ولكن الفنانه طبعا منى إشإش يعني معروفه بصوت حضرتك الجميل، فنتمنى لو تسمعينا حاجة دلوقتي علشان الجمهور طبعا. انا بس عايزة يعني نرجع لنقطة قبل ما اغني لك، حاضر او اغني لكم فضل. نرجع لنقطة ودي نأكد عليها جدا، ان بنتي ما طردتش حد ولا حد طرد حد مننا كلنا، بالعكس احنا قلنا وسعوا المكان ارجعوا لورا، اللي ملوش لازمة ولا ملوش يعني مكان انتوا قافلين على كل الناس، فاحنا اللي عارفين اهلها يطلعوا لها ولا اصحابها ولا المعازيم، فكان يعني في هجوم من ناس احنا ما نعرفهاش على خصوصيتنا، فده يعني خلينا فعلا مش ننفعل، ده كان ممكن يحصل حاجات تانية يعني، اللي هو انا بنتي فعلا اولا جدع جدا، واي حد غلبان ولا مش غلبان اللي جم اولا مش غلبانين، عشان الناس اصلا بتتعاطف مع يقولوا لك يعني طب اجبروا بخاطرهم طب اعملوا ما اعرفش ايه، لا
اللي جم متطفلين وحشريين وناس جت ملهاش لازمه فعلا ان هم يدخلوا مكان ملهوش علاقه بيهم يعني. فبنتي مع ذلك برضو بتعرف الاصول وبتعرف يعني تجبر خاطر اي حد بيقابلها في حياتها في الشارع في اي مكان، فمش عايزه حد يغلط فيها لان اللي بيغلط ده فعلا يعني اقول ايه، يعني الواحد يتقي ربنا في اي حاجه هو بيعملها او يقولها على حد ما يعرفوش، عيب يعني عيب. طب الحادثه اللي كنت حضرتك اتكلمت عنها يا استاذه منى، يعني طبعا حادث السرقه اللي اعلنتيه، وصل لفين دلوقتي قضائيا؟ يعني احكي لنا اخر تفاصيله يعني. والله السرقه دي الست اللي سرقتني دي يعني بصراحه اتقي شر من احسنت اليه فعلا فعلا، وخلي بالكم جدا وما تثقوش في حد، لان انا كنت يعني مامنه لها بشكل، انا بحاسب نفسي ان انا امنت لها بالمنظر ده، تخيل بقى يعني انا اعتبر شاركت معاها في الجريمه بسبب الثقه العمياء اللي انا اديتها لها. ليه ان الواحد يبقى اسمها ايه، حذر ولا تخون، يعني لازم ان احنا ناخد حذرنا. فهي طبعا سرقتني مع اني كنت كويسه قوي قوي معاها يعني، ما استاهلش منها ده، واتضح ان هي مسرقه برضو ناس عندنا في العماره وسرقه ناس قبل كده وكان هم تنزلوا لها يعني. فهي دلوقتي بتاخد استمرار حبس ومفروض ان هم طالبيني في المحكمه ان انا اروح يوم الاثنين الجاي، يعني مش عارفه ياخدوا اقوالي او حاجه، مع انها يعني متلبسه، مسكوها متلبسه يعني بالذهب وكده، في حاجات طبعا من الذهب بتاعي وحاجات وفلوس وحاجات كتيره للاسف ما رجعتش يعني. كانت طبعا يعني بقى لها 4 شهور بتسرق فيا، بس اخر مره بقى سرقت كله يعني، انت متخيل؟ عشان كده انتبهت يعني، وقع منها كام حاجه كده فضلوا، لكن سرقت مثلا 80% من حاجتي كلها. احنا يعني عايزين نختم مع حضرتك اللايف بغنوه جميله بصوت حضرتك، يعني معلش احنا عارفين الجو برد والاجواء ممكن تكون مش مناسبه، بس الناس طالبين يسمعوا صوت حضرتك. طب هم عايزين يسمعوا ايه طيب وانا اغني لهم؟ بصوت حضرتك احنا راضيين. ايه؟ اي غنوه بصوت حضرتك احنا موافقين يعني. طيب يا ربي نقول ايه؟ اللي هي قلبي ليه بتحلفني ليه؟ اخبي الحكايه واداري عليه، ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ اخبي الحكايه واداري عليه، ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي، ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي، وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري، واتشوق إليه إزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري، واتشوق إليه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه، ليه يا قلبي ليه. الله الله يا فنانة، يعني صوت جميل. لا الصوت جميل والله، والناس مبسوطة جدا بعد حضرتك، وان شاء الله انا اتمنى ان الفترة اللي جاية نسمع صوت حضرتك اكتر ونكون في اغاني بصوتك. الفنانة منى إشإش يعني بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على المداخلة، امتعتينا، ويمكن يعني الفنانة منى إشإش كل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة الجاية تبقى حلوة علينا يا رب جميعا ان شاء الله، وربنا يبارك في عمركم وفي حياتكم وصحتكم، ويرزقكم الخير والستر والسعادة والرضا والاطمئنان وكل حاجة حلوة يا رب. وحضرتك طيبة، وحضرتك طيبة يا فندم، بنشكرك شكرا جزيلا.
الفنانة منى إيش يعني كانت معانا علشان توضح تفاصيل اللي حصل في فرح مهتاب بنتها، واتكلمت في أكثر من قضية كانت يعني حديث السوشيال ميديا يعني بسبب ما حدث وتردد اسمها في الآونة اللي فاتت. القضية اللي بنتكلم فيها دلوقتي عن الفنانة منى إيش انتهت، ولكن أخبارنا لسه مستمرة في جميع المجالات، كل حاجة تعرفوها هنا على تلفزيون الوطن. كنت معاكم كريم عثمان، شكرا جزيلا.